تبارك إلى هنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. إحدى الشاشات باللغة العربية تقوم في الفترة الأخيرة منذ أشهر بمقابلة بين نصوص التوراة ونصوص القرآن في القصص، يعني في السرد عن آدم أو إبراهيم أو نوح أو لوط، ووصلنا إلى موسى كليم الله وإلى هارون. نظرية بعض الناس، ولا أحسبها نظرية تشمل جميع الأطياف الإسلامية، وأرجو إصلاحي إذا كنت مخطئاً، إنه كل الأنبياء معصومون عن كل خطيئة، كل الأنبياء معصومون عن كل الخطايا. طبعاً لا نريد أن نتدخل في شؤون إسلامية، ولكن لمعرفتي البسيطة من غير الادعاء أجد خطيئة عند آدم حسب النص القرآني، عصى آدم ربه فغوى، أي غوى آدم، إذن هنا معصية وغوي آدم. أيضا في شأن داود هنالك خطيئة لداود، هناك مغفرة من الله لخطايا نبي أو آخر، ما تقدم من ذنبه وما تأخر. المسيحية تؤمن بعصمة الأنبياء من الغلط في التعليم أو في الكرازة، بما أن النبي من فعل نب أي ناب، في اليوناني بروفيتيس يعني الذي يتكلم باسم الله مكان الله الذي يفوضه الله تعالى بالكلام نيابة عنه، فالنبي نائب. نعتقد بكل تأكيد أن أن الأنبياء والكتبة الملهمين عندما يتكلمون في الأمور الدينية طبعا بوحي من الله وإلهام منه تعالى يكونون طبعا معصومين. أما الخطايا البشرية فعلى فكرة معظم الأنبياء في العهد القديم محترمون وقديسون، وحتى لو كان منهم من أخطأ مثل داود النبي فقد تاب عن خطاياه. أما في العهد الجديد فعندنا طبعا الرسل الأطهار والتلاميذ الأبرار، وما شذ عن هذه البراءة والبرارة إلا يهوذا ابن سمعان الإسخريوطي. الآن إذا سؤال كان عن طيب هارون في الكتاب المقدس هو الذي بطلب من الناس في الصحراء، من الشعب العبري في الصحراء، هو الذي قام بصناعة العجل الذهبي، وبعدها لامه شقيقه موسى. أولا في الكتاب المقدس لا أذكر أنه قيل عن هارون أنه نبي. يقول أحدهم أنه لا هو نبي لأنه كلم الله موسى وهارون، إذن موسى وهارون نبيان. ما عندك في سفر الخروج في تثنية الاشتراع خصوصا سفر الخروج كلم الله الشعب قائلا، فهل معناه أنه كل الشعب صاروا أنبياء؟ يا ليت كل شعب الله أنبياء، هذه أمنية، وما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. على كل حال أيضا نص القرآن يتكلم عن أميين مثلا، ومنهم أميون لا يعرفون الكتاب إلا أمانية، يعني إلا بالتمني إلا بالرغبة ولكن ليس في الواقع. إذا حسب معرفتنا لا يوجد ولا أي نص يقول عن هارون أنه نبي،
بل أنه كان كاهنا. وطبعا وظيفة الكاهن في اليهودية تختلف كثيرا عن الكاهن في المسيحية، هي تقديم البخور والسكيب من السوائل خصوصا الماء والخمر والزيت، وخصوصا تقديم الذبائح. الآن ماذا حصل؟ نقرأ في سفر الخروج نفسه أن الشعب العبري ضغط على هارون لدرجة أن هارون خاف ذلك الشعب، خاف خشية على نفسه، وعندما لامه شقيقه موسى قال له هارون هذا شعب شرير. طبعا هذا ليس تبريرا لما فعله هارون، وأعتقد أن النص القرآني ينسب الفعل إلى السامري. السامري طبعا في التاريخ الحديث أو القريب للشعب العبري تأسست مملكة السامرة منفصلة عن أو كانت انشقاقا بعد سليمان وبعد ابنه رحبعام، انشقت المملكة إلى اثنتين، مملكة يهوذا في الجنوب ومملكة إسرائيل في الشمال. وسنة 720 مثلا قبل الحساب الميلادي احتل الأشوريون السامرة، وظهر بعدها ما يسمى بالسامريين، وهم موجودون إلى أيامنا في فلسطين خصوصا في مدينتي نابلس وحولون، حولون بقرب يافا أو ليس بعيدا جدا عن يافا. المهم أنه مكرها صنع هارون العجل الذهبي، ولكنه إذا كان تحت الضغط تحت الخوف بسبب شعب شرير، ولكنه أيضا عوقب، وأيضا لنقول أن هذا نعيد ونكرر هذا ليس عذرا له. وشكرا لإصغائكم.